افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توسعات مصنع القاهرة للصناعة الغذائية كرافت هاينز بمدينة السادس من أكتوبر. هذا وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مشاركته في افتتاح المصنع تأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بجولة تفقدية لشركة النصر للصناعات المواسير الصلب التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطة التحديث والتطوير. ووجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة وتنمية مهارات العاملين، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرة التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة وتصدير في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا. حث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني المواطنين على سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث إن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 4 نوفمبر المقبل طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. في هذا الإطار عدد وزير الإسكان بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي وزيادة القيمة السوقية للعقار وغيرها من المزايا، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضري ومستقر. ارتفع إجمالي إيراد شركة أبو قير للأسمدة إلى نحو 28.870 مليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها نحو 57% عما هو مخطط، حيث تم تحقيق صافي ربح قدره نحو 13.480 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 126% عما هو مخطط. وخلال اجتماع الجمعية العامة للشراكة في مقرها أو لشركة في مقرها بالإسكندرية، أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية استراتيجية العمل المؤسسي المحترف التي تتبعها إدارة شركة أبو قير للأسمدة وينفذها العاملون بكفاءة لتعظيم القدرات الإنتاجية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها سجلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد الخام. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 53% إلى 71.89 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 75% إلى 68.18 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 64% لتصل إلى $2.16 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.41% لتسجل نحو $2.09 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت نتائج بيانات رسمية للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية أن قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات سجلت حوالي 4.180 تريليون يوان في شهر أغسطس الماضي بزيادة نسبتها 4% على أساس سنوي. ومن حيث القيمة الدولارية بلغت صادرات البلاد من السلع والخدمات نحو 322 مليار و400 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات نحو 263 مليار و500 مليون دولار، ما يسجل فائضا قدره نحو 58 مليار و900 مليون دولار.